بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول النظام الجديد من خلال كتاب بكار، وما زلنا في الوحدة الأولى القيمة المكانية، ولقائنا النهاردة مع تطبيقات على الدرس 10 و11. تعالوا بينا مع بعض نشوف مسألة الواجب بتاعة الدرس اللي فات اللي هو 10 و11، قواعد التقريب طبعا والتقدير معاه. مسألة الواجب بتاعتنا المسألة بتقول 59 ناقص 41، وهنبدأ ناخد استراتيجية التقدير في الأول. فهتديني طبعا دي 5 هتبقى 50، ودي 44 أطرحها تديني 10. طب هنا 9 هتزود دي 1 هتبقى 60، ودي 40 زي ما هي، يعني هتطلع لي 20. طب تعال نشوف الطرح الحقيقي هيجيب لي كام. دي 9 ناقص 1 هتبقى 8، و5 ناقص 1 تبقى 4، يعني هتجيب 18. اذا الاستراتيجية الاقرب هي استراتيجية قاعدة التقريب. تعالوا بينا نشوف بقى درس النهاردة اللي هو طبعا انا كبرتها لكم شوية، يعني معلش الدروس اللي فاتت ما كنتش واخد بالي الحقيقة من الموضوع ده. درسنا هو التطبيقات على الدرس 10 و11. بدأ الاول بمسألة تقدير العدد من خلال اول رقم من اليسار للاعداد بتاعتنا. فانا ببص للارقام بتاعتي عددها كام ما عدا الرقم الاخير عشان بنزله زي ما هو. فهنا 3 وادي 6 وادي 7، يعني دي هتبقى 80 مليون، لان قدامنا كام، ادي 3 6 7 ارقام قدامها، يعني 80 مليون. برضو نفس الكلام هنا هلاقيها عشان ما نطولش بس الفيديو، هنلاقيها عبارة عن 6 مليارات. طب تعالوا نشوف المسألة نمرة جيم بتاعتنا بتقول ايه. بتقول لي عندك عدد 130 و60 مليونا و430 ألفا و802، يعني عندي 163 مليون و430 ألف و802. فبكتب العدد لأن هو عايزه الأول بالصيغة القياسية وبعدين عايزه بالتقدير. طبعا القدامي الخانات اللي قدامي 3 6 8 دول هيبقوا صفار، والواحد ده هو اللي هينزل، يعني هتطلع 100 مليون زي ما احنا شايفين ده في التقدير بتاعنا. طب نيجي برضو للمسألة دي، عندي هنا زي ما احنا شايفين 6 صفار، يعني 6 يعني مليون، 6 صفار و1 طبعا يعني مليون، مليون في 9 يبقى 9 مليون، وبعدين بعدها عندي 100 ألف في 2 ب 200 ألف، وبعدين عندي هنا 10 آلاف في 2 في 7 ب 70 ألف، هتبقى دي عندي 200 ألف، وهنا 70 ألف، يعني 270 ألف، وهنا 300 وهنا 6 يبقى 306، هتبقى بالشكل ده. عندي هنا 9 مليون وال 270 ألف اللي هم دول مع بعض الاثنين، وبعدين الاثنين دول مع بعض ب 306. عايز التقدير بتاعي برضو بحط 6 صفار مكان الخانات الاولانيين وانزل التسعة بتاعتي، بتبقى بالشكل ده. طب اجل اللي بعدها اللي هي نمرة هي، هلاقي هنا في عندي 700 ألف، وبعدين عندي 777. اذا هكتب 700 ألف 777 بالصيغة القياسية بالشكل ده، واخد التقدير بتاعها ان انا اخلي السبعة دي والخمسة دول، الخمس ارقام دول هيبقوا صفار، يعني هتبقى 700 ألف بالشكل ده. طب هو جايب لي بقى هنا اللي هو استراتيجية منتصف النقطة بتاعتي، او منتصف المسافة، يعني مش منتصف نقطة، النقطة ملهاش منتصف الحقيقة، هو منتصف المسافة يعني. طب بعمل ايه؟ ادي اول عدد عندي، هو عايز الاول لاقرب ايه؟ لاقرب 10 آلاف، نصها كام؟ 5 آلاف. طب دي كام هنا؟ تعال نشوفها كده، 16401، هو عايزها 10 آلاف زيادة. طب دي محصورة بين مين ومين؟ بين ال10 آلاف وال20 ألف، لأن أنا بقول هنا لأقرب 10 آلاف، هيبقى بين ال10 آلاف وبين ال20 ألف. طيب بين ال10 آلاف وبين ال20 ألف في النص قد إيه؟ يعني هزود نص المسافة، المسافة 10 آلاف، هزود 5 آلاف على
العشر تلاف هتبقى 15,000. هحط الاول في المنتصف هنا اللي عندي اللي هي 15,000، وابدأ اشوف ال 16,401 دي مكانها فين. دي هنا خد بالك 15,000 ودي 16,000، يعني اكتر من النص مش اقل من النص، يعني هيبقى مكانها موجود هنا كده بالظبط، يعني اقرب لل 15,000 لان دي 16,401، يعني المسافة دي 5,000، فبالتالي هتبقى دي يعني نقول كده سنة صغيرة لفوق كده. طب اذا اقرب لمين بقى؟ اقرب للعشر تلاف ولا اقرب للعشرين الف؟ طبعا اقرب للعشرين الف لانها عدت النص هنا والمسافة بينها وبين العشرين الف اقرب، فهحط العشرين الف الاجابة بتاعتي. طب هنا عندي 35,500، انا عايز اقرب لاقرب 10,000، خليك فاكر اللي هي نصها 5,000. طب دي بتنحصر بين مين ومين؟ بين ال 30,000 وال 40,000، لان دي 35,000 هتبقى بين ال 30,000 وال 40,000. هكتب المنتصف بتاعها لما ازود ال 5,000 بتوعي فوق ال 30,000 هتبقى 35,000 مكانها هنا بالظبط المنتصف، لكن انا عايز كام؟ 35,500، يعني ازيد من دي حاجة بسيطة هتبقى بالشكل ده كده. طب قربت لمين؟ قربت لاربع 40,000، هتبقى هي الاجابة بتاعتي. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف بعد كده الصفحة اللي بعدها بتقول ايه. المسألة رقم 3 برضو قرب برضو باستراتيجية منتصف النقطة اللي هو بسميها دي. عند تقريب لأقرب ايه؟ 100,000. 100,000 نصها كام؟ 50,000، مش كده؟ طب العدد بتاعي ده كام الاول؟ العدد ده 250,000، يعني بيقع بين 250,000 و 300,000. ليه؟ لان انا بزود 100,000 اللي هي بقربها هنا، هي بشوفها كام؟ 100,000. طب هتقع بين ايه دي؟ دي بالنسبة للميات وانا بتعامل معها دي 250,000 هتبقى بين ال 200,000 و 300,000. طب انا عندي 50,000 في النص فوق الايه؟ ال 200 دي، 200,000 هزود لها ال 50,000 هتبقى 250,000 في المنتصف بتاعي بالشكل ده، 250,000. طب وانا عندي هنا كام؟ عندي هنا 250,000، وبالتالي هتكون النقطه هي نفسها نقطه المنتصف. طب لما تكون في نقطه المنتصف اقرب لمين؟ قلنا اتفقوا على انها تكون مع الكبيره، وبالتالي هناخد ال 300,000 هي الاجابه بتاعتي هنا. طب تعالى برضو هنا عندي 700,500، دي بتنحصر بين مين ومين في مئات الالاف؟ بين ال 700,000 وال 800,000. طب النص بتاعنا كام؟ انا عندي ال 100,000 50,000 ودي 700، هيبقى المنتصف هنا 750,000 بالشكل ده كده، ده علامة المنتصف بتاعي. يا ترى ال 700,500 هتبقى مكانها فين؟ خد بالك دي 700,000 وعليهم 500، لكن دي 750,000، لكن فوق ال 700,000 دي في 500 هنا، وبالتالي هتبقى أقرب لمين؟ لل 700,000 هنا، لأن أزيد 500 بس هنا، لكن هنا خد بالك فرق بين دي وبين دي. طب إذا الإجابة هتعتبر إيه؟ هتعتبر ال 700,000 لأن هي قريبة من ال 700,000 هتبقى بالشكل ده. طب لو جينا نشوف المسألة اللي بعدها اللي هي بيقول لي بقى هنا جايبها لي قرب زي المطلوب منك بالظبط. جايب لي أعداد وبيوريني بيذكرني ان انا لما عاوز اقرب لاحد المليون، يعني الاقرب مليون، ببص على خانة المليون وبحددها. طب وبعدين امشي بخطوات وركز معايا فيها. يعني هو جايب لي مسائل دلوقتي، اول حاجة هعملها ان انا هعمل ايه؟ هبص احدد الاول الخانة بتاعتي اللي هو عايزها، خانة احد المليون بتاعتي هي دي. تمام؟ يعني تعال نشوف حل المسألة. أول خطوة بعملها، ما هي نفس المسألة دي، هي نفس الأعداد اللي موجودة عندي هنا وبيقول لي لأقرب مليون. طب لأقرب مليون هحدد فين المليون؟ أي خانة عندي؟ هي الاتنين دي. تمام؟ حط سهم عليها. طب قدامها كام رقم؟ قدامها 6 أرقام. أحط 6 أصفار. أحط 6 أصفار. دي الخطوة التانية. وبعدين أعمل إيه؟ وبعدين أسأل نفسي اللي قبل اللي أنا حددته اكتر من 5 ولا 5 ولا اقل؟ ده 5، يبقى يزود. هيزود مين؟ هيزود الاتنين دي، تبقى ايه؟ تبقى 3.
تمام. اذا ما كانش يزود هاخده من غير ما ازود اخد العدد ده زي ما هو. اذا ده زاد، الاثنين دي زادت، يبقى الخطوه الاولانيه عملنا السهم، الخطوه الثانيه حطينا اصفار قدام الخانه اللي عليها السهم، الخطوه الثالثه شفت العدد اللي قبل اللي عليه السهم هيزيد ولا ما هيزود ولا مش هيزود، لقيته هيزود بكتبه، ما اكتبهوش هو لوحده، اكتبه هو واللي وراه واللي قدامهم زي ما قلنا، احطهم اصفار هتبقى الإجابة بالشكل ده. مين اللي زاد؟ الاتنين ده هي اللي عليها السهم بقت تلاتة. طب وقدامنا كام؟ كام خانة قدامي؟ ست خانات حطناهم اصفار، والخمسة زودت؟ زودت، بقت كام؟ بقت تلاتة. طب تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي ايه. بيقول لي انا عايز لأقرب ألف، حدد لي الخانة بتاعت الآلاف أقرب ألف فين؟ الواحد زي ما احنا شايفين اهو، مش كده؟ طب هيتحط قدامه كام صفر؟ ثلاث اصفار. هيزيد ولا مش هيزيد؟ شوف بقى، شوف ترتيب الاسئله ازاي. هيتحط قدامه ثلاث اصفار. هيزيد ولا مش هيزيد؟ هيزيد، لانه قدامه خمسه. بقى كام؟ بقى اثنين. اذا هكتب الاثنين والاثنين والصفر والاربعه واحط اللي قدامهم اصفار بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. مين اللي زاد؟ الواحد اهو، بقى اثنين اهو زي ما احنا شايفين هنا. طب المساله نمره ج اللي بعدها، لاقرب ايه؟ لاقرب 100,000. 100,000 اشوف الخانه فين هي بتاعت ال 100,000 اللي هي الخانه السادسه. خدوا بالكم، ادي 3 ادي 6، الخانه السادسه ده هي ال 100,000، يعني هحط السهم بتاعي على الخمسه. قدامه كام رقم؟ خمس ارقام، يعني خمس اصفار. هيزيد ولا مش هيزيد؟ هيزيد عشان دي 7. يبقى اذا دي بقت كام؟ 6 وجنبها ال 8، 86 وقدامها الخمس اصفار بالشكل ده. مين اللي زاد؟ الخمسه ده اهي اللي هي بتاعت خانه مئات الالاف، بقت 6 عشان قدامها 7. اظن كده يعني المره دي حددت لك اكتر كمان التوضيح بالخطوات بالتفصيل. تعال نشوف اقرب 10. ال 10 فين؟ هي الخمسه الاولانيه دي، مش كده؟ قدامها رقم 1 يبقى 0 1. هل هتزيد ولا مش هتزيد؟ هتزيد. ليه؟ لان دي 9 بتزود، وبالتالي اصبحت الخمسه دي 6 وقدامها 0، واخد كل اللي وراها برده زي ما هو اهو. ادي 0 وبعدين مكان الخانه الاولانيه، والخمسه بقت 6 والباقي كله بينزل زي ما هو. عايز خانه المليار، خانه العشره فين هي؟ 6، شايفينها قدامي؟ طب يعني اذا الخانه العشره هنا قدامها كام؟ 9 خانات. طب التسع خانات هيبقوا اصفار، 6 هتزيد؟ هتزيد، لان دي 5 هتزودها هتبقى 6 بقت ايه؟ بقت 7، وقدامها الاصفار بتاعتي التسعه زي ما احنا شايفين كده. خانه عشرات الالوف، الخانه الخمسه دي عشرات الالوف، يعني فيها واحد الى عشر، كلمه 10,000 يعني واحد قدام اربع اصفار، اربع اصفار والواحد يبقوا خمس، يبقى الخانه الخمسه بتاعتي، الخانه الخمسه بتاعتي هي الخانه دهي اللي هي الصفر، وبالتالي هحط السهم على الصفر. قدامه كام رقم؟ 4. الخانه اللي انا حددتها الخمسه قدامها اربع ارقام، يعني اربع اصفار. طب هل الصفر ده هيزيد ولا لا؟ هيزيد عشان دي 9، بقى ده 1 واللي وراه التلاتة زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طب 100 مليون، 100 مليون اعد 3 ادي 6، وبعدين ده خانه المليون، وده خانه عشرات المليون، ودي خانه مئات المليون، هحددها بالشكل ده اللي هي التلاتة. قدامها كام؟ كام رقم؟ ادي 3 ادي 6 ادي 8. هتزيد؟ لا مش هتزيد. يبقى عندي الثمان اصفار والثلاثة والواحد قدام مني بالشكل ده، تمام كده. طيب تعالوا نشوف برضو الصفحة اللي بعدها بتقول ايه. حوط افضل تقدير للاعداد التالية. العدد اللي قدامي زي ما احنا شايفين 555,555، هو عايز يقدر تقدير من اول رقم، من خلال اول رقم على اليسار، الرقم ده اللي هو الخمسه قدامه، قدامه خمس خانات بتبقى خمس اصفار، وماليش دعوه بقى بحكايه يزيد وبيزيدش، دي في التقريب، لكن هنا مفيش، وبالتالي هاخد الايه؟ الاولانيه دي هي التقدير بتاعي. طب الخانه الكبيره هنا ايه؟ هي المليون، وبالتالي مش هاخد دي لان دي مش هتنفع معايا، لان اكبر خانه هي المليون، فمكتوبه بالعربي هاخدها. نمره ج 700 مليون، هاخد ال 700 مليون، طبعا دي مش 700، وبالتالي هتبقى الثانيه هي الاجابه.
طب عندي هنا يا ترى 5 مليارات ولا 6 مليارات؟ هو عايزك تتلخبط، لان هي الخمسة انت هيتهيأ لك التسعة بتزود، ده الكلام ده في التقريب مش في التقدير، فبالتالي مش هاخد الستة لكن هاخد ال5 مليارات عندي بالشكل ده. طب اجي على اللي بعدها، اكبر خانة عندي هنا اللي هي ده اهي، نشوف دي كام، 3 ادي 6 7 يعني 10 مليون. تمام، 10 مليون في 2 ب 20 مليون، دول 3 ودي 6 ودي ال 20، يعني أول واحدة هي الإجابة بتاعتي. طب تعال نشوف بيقول إيه في المسائل دي. ازداد ارتفاع الطائرة، زادت ارتفاعها بمقدار العلو فوق لما طلعت فوق، يعني زادت بمقدار 2721 قدم. عايزين نقرب العدد ده لأقرب 1000، في خانة الألف الاتنين مش كده؟ طب الاثنين دي هتزيد، هتزيد لان دي 7، قدامها كم رقم 3، يبقى 3 اصفار، يعني هتبقى 3000 قدم بدل ال 2700، لان ال 2700 قريبه كمان حتى بعقلي كده من ال 3000، وبالتالي هقول انها بتساوي ايه؟ بتساوي ال 3000 قدم تقريبا، تقريبا لان هو تقريب هنا. طب نشوف المساله اللي بعدها بتقول ايه؟ ركض يعني بيجري، عداء اللي هو بيجري بنسميه عداء، مسافة قدرها كام؟ 1537 متر، اوصف لي المسافة اللي قطعها ركضا دي الى اقرب 100، لاقرب 100 الخمسة هنا، هتزيد؟ لا مش هتزيد لانه قدامها 3، وبالتالي هتبقى 1500 متر تقريبا بالشكل ده. طب نشوف المسألة الأخيرة، النمل بتاعنا، طبعا هو هنا واخد الأمثلة النملة عشان الأعداد الكبيرة بتاعتها، يعني عايز يقرب لك لذهنك العدد الكبير بيبقى إيه شكله يعني. بيعيش عدد من النمل بيبلغ كام؟ بيبلغ 23386 في مزرعة، قرب لي العدد ده الأقرب 10000، دي خانة أحد الألوف أو الآلاف، ودي خانة عشرات الآلاف اللي هي الاتنين دي، مش هتزيد، وبالتالي هتبقى الإجابة 20000، لأنه قدامها 4 أصفار، 20000 نملة تقريبا. تمام؟ طيب تعال نشوف الصفحة اللي بعدها ونطلع على بدايتها كده من فوق، نشوف المسألة نمرة 7، حوط لأقرب يعني حوط الاستراتيجية الأقرب بعد ما تجاوب، زي المثال اللي كنا واخدينه في الواجب، نفس الكلام يعني. طب دي هتبقى ايه في حالة التقدير؟ هتبقى 50، ودي هتبقى ايه؟ هتبقى 20، يعني مجموعهم 70. طب هنا بقى في حالة التقريب، الخمسة دي مش هتزيد لان اللي قدامها 3، شوف انا بتعامل مع تزيد وما تزيدش هنا، لكن هنا باخد الخانة زي ما هي الأخيرة، فدي هتبقى كام؟ هتبقى 50، لكن دي هتبقى 30 لان الستة هتزود، بقت عندي 50 و30 يعني 80. طب مجموعهم كام الاصلي بتاعنا، الناتج الحقيقي كام؟ 3 و6 9 و5 و2 7، يعني جابت 79. ال79 اقرب لل70 ولا اقرب لل80؟ ده بينها وبين ال80 واحد، لكن بينها وبين ال70 9، وبالتالي هتبقى اقرب للـ80، يعني الاستراتيجية الأقرب للناتج الحقيقي هي استراتيجية قاعدة التقريب. وأظن ملاحظين أن كل المسائل اللي حلناها التقريب هو اللي بيجيب لي الناتج الدقيق أو الأقرب للحقيقة قدامي. طب تعال نشوف المسألة التانية دي برضو، عندي هنا 18 زائد 12، ال 18 هتبقى 10 وال 12 هتبقى 10، يعني الناتج هيبقى 20 بالشكل ده. طب لما اشوف التقريب، الواحد هيزيد هيبقى 2، يعني بقت 20، ودي بقت 10، 20 و10 يعني 30. طب مجموع دول هيديني ايه؟ هيديني 30 على طول، صفر معانا الواحد يبقوا 3، 30. اذا جابت نفس العدد في التقدير بتاعي بالقاعده بقاعده التقريب، هتبقى هي الاقرب للاجابه بتاعتي. طب نشوف المسألة نمرة جيم، عبارة عن ايه؟ عبارة عن 55 زائد 19، هنا 50 وهنا 10 يعني 60، وبالتالي هقول 50 و10 60، هاخد التقريب بتاعي، دي هتزود هتبقى 60، ودي هتزود برضو هتبقى 20، يعني 60 و20 هتجيب 80. طب نجمع دول، 5 و9 14، معنا 1 6 و1 7، يبقى 74. يا ترى ال 74 اقرب لل60؟ لا، ده بينها وبين ال60 14. اقرب لل80؟ تعالى نقول نكتب الاجابه، اقرب ب6، يعني 6
اقل منها بستة يعني، لكن ازيد من دي بستين، يعني اقرب للتقريب بتاعي، اذا هو الاقرب استراتيجية قاعدة التقريب. برضو المسألة اللي بعدها بتقول لي هنا طرح 75، 75 قدامي ناقص 33، هناخد التقدير بتاعها، هنشوف الخمسين، الخمسة وسبعين هتبقى كام؟ طبعا هتبقى 70، والتلاتة وتلاتين هتبقى 30، بنزل العدد من غير ما ازوده ولا حاجة زي ما احنا عارفين. طب هاجي على اللي بعدها اللي هو التقريب، الخمسة بتزود هتبقى السبعة دي 8، يعني بقت 80، التلاتة دي ما بتزودش دي 30، اذا دي 80 ودي 30، يعني الفرق بينهم 50. اذا نشوفنا، خد بالك بقى من المسألة دي، لو طرحنا الخمسة وسبعين ناقص 33، خمسة ناقص 3 2، وسبعة ناقص 3 4 جابت 42. الاتنين واربعين اقرب لمين؟ اقرب للاربعين. اذا استراتيجية التقدير هنا طلعت معانا يعني التقدير هنا، لكن هنقول ايه؟ هنقول ان يعني معظم مسائلنا، يعني لكل صديفنا في الدرس نفسه وفي التمارين بتاعته مسألة واحدة اللي هي طلعت بالنسبة للايه؟ للتقدير. يعني بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا. هتقول لي الواجب ما خدناهوش، الواجب بتاعك هو الصفحة اللي بعد دي على طول، اللي هي التقييم الذاتي على الوحدة الأولى. ده بيقول لي تقييم ذاتي، يعني حضرتك اللي هتحله مش أنا، يعني أنت هتشتغله كواجب، انقل المسائل بتاعتك زي ما أنت شايفها كده قدامك اهي، انقلها. وبعدين انا وقفت لك شوية اهو عشان توقف الفيديو وتنقل لغاية الحا دي، وبعدين بعد كده كمل باقي المسائل بتاعتك اهو من هنا كده واحنا ماشيين، ادينا وقفت لك شوية، وبعدين هتبدأ تكتب المسائل لغاية الصفحة لغاية الاخر بتاعك اهو، تمام. بعد كده هندخل على الصفحة اللي بعدها، لان التقييم ده صفحتين. ادي المسألة نمرة 3، وقف الفيديو شوفها، وبعدين خد نمرة 4 اهو برضو وقف الفيديو واكتبها، وبعدين خد نمرة 5 واكتبها، وبعدين حلهم. بكده يعني نكون قدرنا نطمئن على ان احنا فهمنا من خلال حلك للتقييم ده، وان شاء الله هحاول الفيديو اللي جاي اذا كان عندي وقت انزله لك قريب، يعني حاول تخلصها بسرعة عشان تدخل على بعد كده ندخل على الوحدة التانية بتاعتنا. يعني بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة موجود هنا، المسه، هتظهر كلمة اشترك، اضغط عليها، يزيد العدد واحد اشتركت، لكن اشتراكك غير فعلي، لازم تضغط على الجرس وعلى كلمة الكل عشان تضمن اي فيديو ينزل على قناة محمد عبده للترم الاول يجيلك اشعار بيه. ما تنساش هحط لك هنا قائمة بكار، وهحط لك هنا قائمة تانية، اضغط على القائمة هتتفتح معاك الدروس بالترتيب. ما تنساش جنب عنوان الفيديو تحت الفيديو هتلاقي رابط قناتي للترم الثاني، براعم مبدعة، زي الترم الاول ما هو على قناة محمد عبده، الترم الثاني على قناة براعم مبدعة. وهلاقي لو في مكان هتلاقي برضو معلم الرياضيات، تضغط عليها تدخل على قناة معلم الرياضيات، دروس ومراجعات من كيجي الى تالتة اعدادي للترمين. يسعدني انك تشترك في قنوات التلاتة وتفعل الجرس عشان تضمن اي فيديو ينزل على اي قناة منهم يجيلك اشعار بيه وتكون اول من يشوفه. وبكده اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.